قبل سنة نزلت مقطع انه راسل المشاهير من حسابي حوي 100 الف متابع وحساب ثاني حوي 100 متابع بس، والمقطع كلش عجبكم، فقررت هاي السنة انه نسوي تجربة مشابهة، راسل المشاهير من حساب موثق ومن حساب اخر غير موثق، لكن هاي المرة مشاهير السعودية فقط، وعلى كل مشهور راح يجاوبني راح تحصلون 10 دولار، يعني اذا 20 مشهور جاوبني ف20 شخص منكم راح يربح 10 دولار، يعني بقيمة 200 دولار. وطبعا اذا المشهور جاوب او ما جاوب هذا الشيء ما راح يغير من قيمته، لان كل شخص عنده شغالاته، بس احنا نقول ان شاء الله يجاوبون اكثر عدد ممكن يعني من عندهم، لان مثل ما تدرون على كل شخص يجاوب راح تحصلون فلوس انتم. الحساب الغير موثق راح تكون رساله واحده لجميع المشاهير نفسها واللي هي هاي من اشد متابعيك اتمنى الرد، ودزيتها لكل المشاهير وحاليا لازم ندز من الحساب الموثق. طبعا اول شخص راح اراسله اللي هو كامستكا، يعني مشهور يوتيوبر عنده سلسله عراقيه، خلطه بالراسل. فهو اسمه كامستكا، هذا الشيء ذكرني بكلمه عراقيه، انت تدري اسمك اذا اضيف له حرف الشين بدل السين ممكن يصير كلمه عراقيه؟ تدرون شنو هي الكلمه؟ كومشتكا. كومشتكا يعني كومشتكا. صدق عندي نبوك شباب، نبوق هسه اشوفكم اصوركم بالايفون، اشوفكم النبوق ايش قاعد عندي، هذا نبوق الزين. فكومشتك يعني خلا اشرح لي يعني مسكتك او لزمتك، يعني خوش معلومه الصراحه راح يحضرني وراها شكله والله حرت الشباب ما اعرف شكله، خلينا نقولها بالنهايه فشي حلو حتى ما يحضرني. احب محتواك واستمر، هذا قلب حلو هسه شنو يتم الارسال. وطبعا راح اصور لكم النبق قاعد اطلع لكم اياه هسه تشوفوه رساله كامله مع النبق، خليني اشوفكم هسه منها. سلمت الحياه انكم شي نعمه الله، نعمه الله هاي وقعت خليها بعدين اغسلها وناكلها. الشخص الثاني اللي هو جلوري، فراح نقول له جلوري هو يشجع اليونايتد، فخلينا نحكي على اليونايتد. مبروك فوز اليونايتد الاخير على الليفر، صراحة اني ما احب اليونايتد كلش ما احبهم، بس انا بدي جلوري. ومنو لاعبك المفضل حاليا باليونايتد؟ ليش قلت له هيك حتى يجاوبني؟ ليش يريد يعرف لاعب المفضل؟ خله اقول له لاعب المفضل، فاحنا نريد احد يجاوب حتى اي واحد يجاوب نعطيكم فلوس لكم. شفتوا شلون؟ راح اخليه يجاوب على مودكم هذا. وصانع المحتوى الثاني السعودي اللي هو ابراهيم اللي كان يطلع ويا شو اسمه ويا احمد شو بالسلسله المدرب، يعني اتمنى يرجعوها. فشو نقول له؟ طبعا صدق كلش احباني شخصيته كلش حلوه. ابراهيم من اكثر صناع المحتوى اللي احبهم باور من بعد احمد شو، من بعد احمد شو. تدرون ليش؟ ملاحظه نكتب له، اريد اقول لك احبك اكثر من احمد شو، لكن اخاف هو عنده عضلات وينها عضلات وبوكسي. خوش رسالة هاي، عرف احمد شو شباب يعني اذا يدري ان انا ما احب ابراهيم يقتلني، فيحسس اني صاحبهم هاي وما راح يقرون رسائل. لا ان شاء الله يقرون. ويانا هسه مجرم جيمز، خلينا ناكل نعظم. شكل اتابعك من زمان يا ريان، يعني انت خليت مراهقتي احلى، فشكرا واستمر. قلوب هذا مو قلوب، هذا وعلم العراق خاش رساله، اول ما راح يشوفها راح يجاوب بيجي طلقه. شباب هسه راح اراسل المكسيكي، وصراحه لاحظت انه عدد متابعين بالانستغرام قريب على عدد متابعي، فهذا شيء حلو يعني انا اذا اصعد بالانستغرام معاك. المكسيكي احب محتواك ومتابعك من زمان واحب فهاوتك. هي الصراحه يعني هاي احب فهاوته، وما عليك من شو اسمه هذا من اوبلز، من قال عنك قهوتشي اي تقاله قهوتشي اصلا الذبه ما تضحك. حط له ايموجي يضحك لانه ضحك صراحه، يعني شوف هذا المقطع راح تكتشفه. الشباب توهم يوصلون، فواز ورايد يحسبون بنصور مقطع. يا شباب حفل رسمي، اشياء رسميه، حتى المكسيكي كاشف مع انه كنا قهوجي يعني. هسه لاحمد شو، صراحه انا كلش 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 احب احمد شو. يا ابو شو من افضل صناع المحتوى عندي وكذلك بالشرق الاوسط، الشرق الاوسط صراحه يعني والله صراحه، لان كلش احب محتوى قاعد يتطور وفتشي. وبعد شو راح اقول له؟ من افضل صناع المحتوى في باور، وبعدك ابراهيم، مو لان انت عندك لا هذا الواقع. مو لان انت عندك هاي، لا هذا الواقع يعني. لا بصدق شباب انا احب احمد شو وراح ابراهيم.
الان راح نراسل سحس اللي شو صورته شخصيه خوف شباب شو عضلات وهاي فماكو تحشيش شباب. السلام عليكم من اشد متابعيك من العراق استمر مو من اشد خاف يقتلني اشد متابعيك اي من اشد متابعيك من العراق استمر ويا علم العراق وتحيه هيك مال عضلات تن تن يعني ما اعرف اذا مو هيك رساله احس هيك مشني ويطلع لي من شاشه طف على هاي الصوره اللي حاطها حلوه الصوره والله بس يتخوف. حاليا راح اراسل فيها السالفه شنو قلت له فهد سول ليش ما تجي للعراق اكو كثير اكلات طيبه ايش اقول له مثل النبوق يعني قاعد اكل النبوق مثل النبوق حاليا اني جالس اكتب له جالس حتى يفتهم اكله والعراقيين كلنا نحبك ويا قلب اي قلب انا من العراق وهذا اي شيء هذا هيك تحسه حلو ما اعرف عاد عمر عبد الرحمن او عمر زرادية او ماكس اتش دي يا حبيبي هاي هو يقول صراحه هو مستمر اخر فتره بالسوشيال ميديا بشهر رمضان وايد ينزل فنقول له دزيت لعاش ايدك على الاستمراريه بشهر رمضان واحنا نقدر هذا الشيء واستمر يا وحش وجه بعيون قلب وجه بيقلب هواي على عراقي حاليا لا دحومي ثلاث تسعات يعني دحومي واحد قد ما يحكي عنه قليل من زمان اتابع فشن قال له اكو صراحه اخر مقطع لاحظت فيه حزين هيك شيء فيا ابو داحم كلنا معاك ويا قلب اذا تحتاج مساعده ما هو عيب انه تطلب المساعده لان احنا البشر كلنا لبعضنا وما نقدر نستمر حياه طبيعيه وحدنا صراحه يعني هذا كلام من القلب وحس يعني ملائم له لا تستحي من طلب المساعده يا قلب احمر سمائي واحمر وهاي يستاهل ابدا. وهسه راح نراسل ابو عابد الصراحه اريد اساله على تسريحه شعر ما ادري ايش جاني شيء ببالي يا ابو عابد اريدك تختار لي تسريحه شعر زين اوه هسه مشكله اقرا عباله مقصوده شباب مو مقصوده بس يجي جت ببالي اني اساله يا ابو عابد اريدك تختار تسريحه شعر جديده لي مناسبه لان لا ويا لان اريد غير تسريحتي وبالاخير نكتب لنا ملاحظه ترى صدق احكي ارجو الرد صدق شباب ترى صدق انت زين يعني يجوز اصلا بعد يوم راح تلقوني بزين من اشوف ردود لان بعد يوم راح نرجع لهم خلينا نشوف. بعد راسلت مساعد الدوسري رئيس فالكونز عاشت ايدك اخي على الشغل الجبار في فالكونز واي شيء تحتاجه بالعراق انا موجود اخوكم وكلنا اخواتكم ان شاء الله وايضا واذا تحتاجون واحد عراقي بالتيم مالتكم يعني موجود اخوك يعني. والان راح نراسل بندرتينا لا بندريتا بندريتا طبعا عنده محل مال بطاطا جديد وقبل لنراسل بندريتا اذا وصلت لهنا من المقطع معناه انت رهيب واذا تريد تخليني اصير رهيب وياك اشترك بالقناه لان من راح تشترك راح احس بشعور رهيب. اما بندريتا فنسيت اصور انا واكتب لكن قلنا له انا كلش مشتهي ذوق البطاطا من محلك واني ساكن بالعراق وجهي يبكي صحيح همتى تفتح فرع بالعراق ترى العراقيين يحبون الاكل الطيب ويحبوك على من العراق ايموجي بقلوب للي طبعا كلش من الاشخاص اللي يحبهم للي فراح نقول له للي انا عندي قدره احلل الشخص من شكله بس وحللتك من اطيب البشر بالعالم ويا ترى صدق هذا الحكي يوم ما فزيت بعد راح نقول له اذا تريد تتاكد ارسل لي صوره اي شخص وراح احلله راح احط له ملاحظه امزح هاي رساله وللي وصراحه حياتنا للي كلش احبه والله وشنو انا عدد متابعيه اكثر من عده هو 184 انا 210 سو على اليوتيوب مكتسحني لذلك اشترك شباب اشترك خليني تسحهم وانا كنا بقايه. وبعدها ابو عمر قلنا له يا ابو عمر انت تحب الاكل انا احب الاكل انت رياضه انا رياضي انت تعرف تطبخ انا ما اعرف اطبخ لذلك شنو رايك تعطيني ثلاث طبخات تتحداني بيها انه اسويها كتحدي يوتيوب بقناتي. وبعدها راسلنا عزيز اوبلز حمد اودن ثنيان خالد شونغ بونغ ابو فله صهيب قدس طرباخ جيمر سناك ابو عابد وهنودي اوسم وتوبز للمره الالف انتظر يومين نرجع نشوف الردود اذا يعني كانت ردود يعني ان شاء الله اذا ما حد رد مش هسوي 20 minutes later. يا الله شباب ورجعنا حرفيا بعد 3 أو 4 أيام تقريبا يعني وقت كلش هواي انطيتهم لان صارت لي شويه كم شغله وصورت لكم كم مقطع راح ينزل هالايام ان شاء الله وكنت بايفنت والله شوف هاي الصوره من عندي اتمنى تكون واضحه لكم طالع حلو هاي بس بعدني دا احاول القى تسريحه جديده زينها يعني ما انا مرتاح بيها واحنا المسه يمكن ابو عابد سنع على الشعر. نبدا بالحساب الغير موثق وللاسف ولا رد فخلونا نشوف الحساب الموثق ونبدي الصراحه راح ابدي من اكثر اشخاص احبهم اكثر واحد بندريته خلينا نشوف بندريته
شايف الرساله ولا طاب عليه. خلينا نشوف احمد شو حرفيا. احمد شو اخر فتره هو اكثر شخص احبه. ما شايف الرساله ولا طاب عليه. خلينا نشوف الباقين. ما معقوله يعني كلهم ما حد جاوب منهم. توبز ما مجاوب. ابو فله ما مجاوب. صهيب قدس. ابو عابد هنودي كمشتكه صحنا لك بوقتها. ابراهيم مجرم جيمز مكسيكي سحس. لا سحس طبعا سحس حتى لو ما يجاوب عادي. فهد سال دحومي يعني بقى بس ابو عابد معقوله يعني مجاوب. عابد مجاوب شباب. طبعا ابو عابد هو الوحيد اللي جاوب. 10 دولار لكم بسبب ابو عابد. بس صارت مشكله انا وبعض مثل ما تشوفون انا شوي اخذني الواهس بوقتها من قلت لابو عابد على الشعر. انا كانت بنيتي والله يعني صريحه انه شغل وضحك لان هو دائما هو يحشش على الصلعه مالته وهاي الامور يعني احسه موضوع حبي. فهو جاوبني هذا جوابه اصلع يعني اني افكر هواي صفنت قلت من قال اصلع. هل هو ضايج لو هو يقول لي زين اصلع لان هو نفسه اصلع حتى تصير اني اصلع الصلعان وهاي. فقلت خلي اشكره قلت له مقطع يوتيوب واسف على الازعاج وشكرا على الرد. شاف رساله وما جاوب. انا هنا قلت هذا ضاج هذا اكيد ضاج وقمت اكل بروحي وضجت وحرفيا ضجت يعني قلت اخذت ميانه زايده وياه وهو ما يعرفني وهذا شيء غلط. بس انا يعني لين متابعه واشوفه هاي قلت حسيت اني اصدقاء لين اتابعه فهذا الشيء غلط. فالصراحه ما قدرت انام ولا دزله رساله. شوف دزيت رساله الساعه 2 بالليل قلت له يا ابو عابد شكلك ضجت وحقك صراحه من كنت اصور وارسلت الرساله حسيتها عاديه يعني للمزح لكن الموضوع حساس لذلك انا اسف وما راح اعرض اللقطه بالمقطع وقلت له اسف مره ثانيه اذا ازعجتك. لكن جاوبني وقال لي لا عادي حبيبي. يعني نشكر ابو عابد على الرد واسف صراحه يعني كلش اذا الموضوع حساس بس والله الموضوع للشقة وموضوع حبين. انا اصلا اشوفك دائما حشش بهذا الموضوع الشاقة. فاخيرا شباب واحد جاوب بس واحد والصراحه خاب ظني مشاهير كلهم لحبهم السعوديين ارسلت لهم ما حد جاوب. اكيد احنا نعذرهم عندهم ظروف بس صراحه ظلت غبنا عندي انه ما حد جاوب. اريدك تعلق تكتب حسابك مال الانستغرام بالتعليقات لان حاخذ واحد يفوز 10 دولار والله كنت متمنى فد 20 واحد يفوز 200 دولار نطي حسب الاجوبه بس ما حد جاوب. انا لابس دريس العراق شنو رايكم ما دام هسه حاليا لعبات العراق نراسل لاعبين المنتخب العراقي. ميمي ايمن حسين علي جاسم جميع اللاعبين. وهمي انا حسب عدد اللي يجاوبون يفوزون بدولارات. ايش تقولوا؟